لنحكي اليوم عن معرض مجموعة فنانات أوغاريت يلي أقيم الأسبوع الماضي بمشاركة 6 فنانات تشكيليات سوريات متميزات. ودائما البصمة السورية وقت بتكون بأي معرض أكيد بيكون إلى أثر جدا حلو. أكيد في صعوبات وفي بدايات حلوة وفي أثر جدا جميل لهي المعارض. أكيد رح نستعرضها ضمن فقرتنا. أكيد وهذا المعرض بيعكس إبداع المرأة السورية. لنتعرف أكثر مشاهدينا على مجموعة فنانات أوغاريت. هدول الفنانات يلي اجتمعوا من مختلف المحافظات بأسلوبهم ببصمتهم بتجربتهم المميزة. رح نحكي عن المعارض يلي قاموا فيها وصولا لمعرضهم الأخير. تفاصيل كثيرة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم الفنانة التشكيلية لينا ديب نائب رئيس اتحاد الفنانين. سعد صباح اهلا وسهلا. صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح الخير ست لينا واهلا وسهلا بحضرتك. يعطيكم الف عافيه لكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها. بدايه وقت بنقول فنانات أوغاريت اكيد اليوم هي الصفه بتحمل معنى ادبي ثقافي فني جدا مهم. نعم. خلينا نعرف المشاهدين على حضرتكم. إذا راجعنا تاريخ التشكيل السوري بنلاحظ انه في وجود واضح للمرأة السورية التشكيلية منذ بدايات الفن التشكيلي أو حضور المشهد التشكيلي السوري. ففي المعرض السنوي اللي صار الأول اللي صار عام 1950 كان في حضور لثلاث فنانات من عام 1950 شاركوا. مسرة الإدلبي، نوار مورلي، دلال حديدي. نعم. في مجموعة واستمرارنا هو استمرار للفنانات التشكيليات. مو يعني ذلك انه حضور انثوي، انما هو حضور تشكيلي. كان هذا الهدف بهدف ابراز دور المراه واهميتها ومكانتها في المجتمع، وابراز دور المراه كفنانه في المشهد التشكيلي السوري. لا يعني ذلك فقط حضور انثوي. طبعا عطيناها صفه أو اسم أوغاريت تيمنا بالحضارة الأوغاريتية، لأنه كان للمرأة الأوغاريتية حضور هام على المستوى الاجتماعي والثقافي في الحضارة الأوغاريتية. تمام، خلينا نتعرف أكثر. المعرض اليوم قديش استمر ووين كان؟ شو اللي بيميز هذا المعرض عن غيره وعن السنوات السابقة؟ خلينا بأجواء المعرض أكثر. نحن لنا مجموعة نشاطات سنويا بين معرض وملتقى. فسنويا في حضور لملتقى وحضور لمعرض لنا بين سنة ونص. طبعا. تأسسنا نحن عام 2018 وما زلنا متابعين مسيرتنا، إضافة إلى أنه كل فنانة تشكيلية إلى بصمة في مجالها التشكيلي وعند أعمال كل عندهم، إما معاهد إما مدرسين في الجامعات إما عندهم مراسم خاصة بدرس الرسم وتكنيك الفن. وكل واحدة إلى معارض ومشاركات أخرى مع ملتقيات أخرى، إنما دائما عندنا هالنشاط ضمن مؤطر ضمن مجموعة فنانات أوغاريت. وهذا العمل اكيد بيميزه شيء بيكون خلينا نقول جوهر بيناتكم ثابت، يعني بتكونوا قلب واحد بهذا العمل. اليوم شو هي البصمه اللي بتميزكم؟ اكثر شيء بتحسي انه انتم اليوم متفقين على هاي الناحيه او ابدعتوا بهذا الاتجاه؟ هو الوحده والتنوع. حلو. يعني لما تفوتي المعرض شوفي انه في وحده تجمعنا، انما في تنوع بالمدارس الفنيه. شوفي كل فنانه لها بصمتها، لها اسلوبها، من المباشر من التعبيري للتجريدي للطرح المختلف. فكل وحده لها بصمتها. هل تنوع بتخلي الزائر يستمتع؟ يعني في نقلي، ما في رتابي بين العمل النحتي وبين العمل التصويري، بين المدرسة الانطباعية لنفرض والمدرسة التعبيرية أو المدرسة التجريدية إلى آخره. فهذا بشد الجمهور والمتلقي وبيصير في نوع من الإيقاع المختلف، يعني ما بيشعر الزائر بالملل بحضور المعرض. دائما الروتين بيقتل الابداع والفن، يعني نعم. هي النقطه. نعم. كل حدا عنده اتجاه ميول خلينا نقول فني
بيقول انه انا روتيني بيقتل هذا الشغف اللي عندي. فاليوم كثير منيح انكم او حلو انكم عم تحاولوا انكم تشيلوا هذا الروتين من خلال عملكم. اكيد يعني بالتاكيد هي محاوله، انما بالاخر لا يصح الا الصحيح. يعني الفنان هو بيمشي ضمن نهج في من البحث والتجريب والثقافة المكتنزة بداخله، فهي اللي بتخلي يقدم إبداعاته المكنوزة بداخله لحتى يقدم شيء جديد دائما وشيء متطور يؤازر الحركة التشكيلية المعاصرة. تمام، خلينا نحكي عن بحثك الفني وتجربتك مع رموز السورية القديمة، لوين وصل اليوم من ناحية الأفكار والأسلوب والتقنية كمان؟ نعم، بالنسبة للرموز السورية مثل ما بتعرفي أنا بدأت بالرموز اللي العلاقة بالحضارة الأوغريتية بالتراثية، بعدين استفدت منها عملت نوع من التلاقي بين الرموز الأوغريتية وبين الزخارف الشرقية وبين الأبلق اللي هو نحن منتميز كحضارة إسلامية عربية قديمة منتميز فيها، فعملت مثل مزيج بيناتهم. يعني دخلت مفرداتي إلى الأوغريتية إلى جانب المفردات التراثية وصغتها بقالب فني تشكيلي جديد معاصر. إنما في الوقت الحالي يعني بدأ الفنان ما بصير يكون فنان منعزل عن الواقع، لأنه نحن عم نعيش بواقع في أزمة، صار الزلزال، صارت هلأ أحداث غزة، فكل هالرموز هاي إضافة للحدث يلي عم بيصير، الحدث الاجتماعي والاقتصادي والسياسي يلي عم بيحيط بالفنان، كان لابد على أني كرس هالرموز ويصير فيه تعبير بأسلوب جديد، تعبير بين الأسلوب القديم وبين الأسلوب المعاصر والتعبيري. وقت نقول أسلوب معاصر وأسلوب خلينا نقول مو حديث أو قديم، اليوم كيف أنتم كفنانات بتحاولوا أنتم تحافظوا على البصمة لكل عمل إبداعي قديم؟ يعني حبيتوا اليوم تعاصروا، حبيتوا تعملوا حداثة بهذا العمل الفني، شو أهم أساس أنه أنتم لازم يكون ثابت بالعمل كرمال ما يتغير؟ نعم، يعني هو العمل الفني متسلسل وهو تطور مستمر، ما بيكفي يقول أنا بدي أعمل معاصر فورا اقلب من الواقعي لفن معاصر، لا، العمل في تسلسل، في تسلسل في التطور وفي التجربة، فإذا باستمرار في عندي عمل هو فيه بحث وتجريب للوصول إلى الفكرة، الفكرة اللي تعبر عن الموضوع. طيب خلينا نوضح أكثر للمشاهدين، إحنا اليوم كم فنانة كانت مشاركة وشو هي اللوحات يلي كانت موجودة؟ يمكن خلال السوشيال ميديا شفنا أنه اللوحات كانت أكثر عن القضية الفلسطينية وفي تواجد كبير كمان للمرأة، خلينا نوضح أكثر. نعم، نحن ست فنانات رسامات ونحاتات من عدة محافظات سورية، بدأنا مشروعنا كل واحدة بتعبر بطريقتها وبتفكيرها وبأسلوبها مثل ما حكينا. تمام. إنما مثل ما قلنا هلأ لما بدأت أحداث غزة لابد للفنان على أنه ينسجم مع يعني ينسجم في الحالة في الواقع اللي هو فيه، ويكون هو يعبر عن الواقع بأسلوبه. وجود غزة يعني بحكم غزة الأحداث اللي صارت، الناس المشردين، المدينة اللي عم تتهدم، القصف المستمر، الشهداء، كان لابد أنه نعبر عن هالموضوع بأعمالنا الفنية. لأنه للفن هدفين، إعلامي وهدف تحفيزي. إعلامي لحتى ننشر معاناة الشعب الفلسطيني، معاناة أهلنا في غزة، شو عم يصير فيهم، نبرز للعالم، لأنه اللوحة لما عم تعرضي اللوحة عم تفرجي الناس أنه هاي غزة شو عم يصير بغزة. صحيح. إضافي تحفيزي لحتى نحفز كل البلاد العربية، كل الجهود، لأنه تتضافر مع بعض يآزروا الشعب الفلسطيني، يآزروا أهلنا في غزة لحتى يقدموا المساعدة والعون
لحتى يقدروا يوقفوا على على ويرجعوا أرضهم. تمام، خبرينا أكثر عن مشاريعكم المستقبلية، شو عم تحضروا؟ نحن باستمرار بنشتغل، يعني نحن باستمرار بنعطي شيء جديد، يعني ما في هو أفق غير إنه نحن نستمر. يعني النجاح بالدرجة الأولى هو الاستمرار. بالدرجة الأولى، لأنه في كثير من الأعمال أو من التجمعات الفنية، يعني في سوريا صار في عدة تجمعات فنية قبل ذلك، مو شرط فنانات، يعني صار 6+1 أو 5+1، كان في هيك مجموعة استمروا 4-5 سنين. إنما أول مرحلة للنجاح هو الاستمرار. ليش؟ الاستمرار كل خطوة كل مرحلة بتشوفي إنه انفتح أمامك أفاق جديدة، قد تكون مجالات أخرى وقد تكون عالمية ودولية، وهذا الشيء اللي نحن بنطمح له. أهم شيء إنه نحقق ما نصب إليه في كل مرحلة. نحن أكيد اليوم واثقين بهذا المجهود الحلو والنظرة الفنية الجميلة، ونتمنى هيك اليوم لكم النجاح، ونشوفكم معارض جدا مهمة عم توصلوا رسالتكم الإنسانية الثقافية والأدبية. بدنا نشكرك ست لينا لحضورك اليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتي، وأكيد تحية من خلالك لكل فريق العمل. أكيد. شكرا لحضرتك وصباح الخير عن جديد. صباح النور. شكرا لك، نورتي.